لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة،
ومن العبادات السعي على المعاش لتعد عفة النفس ولعفة الأولاد، وسعي على أبوين شيخين كبيرين ضعيفين. فقد رأى الصحابة رضي الله عنهم شابا جلدا يحمل حبلا على عاتقه ذاهبا ليحتضر، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله أي اغتنم قوته وصحته وشبابه في الجهاد في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لو كان خرج على أبوين شيخين ضعيفين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج على أولاد صغار يعفهم فهو في سبيل الله، وإن كان خرج على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. لكن قضية الرزق هذه لا بد وأن تنضبط بالضوابط الشرعية، فلا ننهى ونشغل عما خلقنا من أجله بالتكاثر في هذه الدنيا. أنهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي شغلتكم الدنيا وشغلكم المكاثرة فيها عما خلقتم من أجله من عبادة الله ومحبته سبحانه وتعالى والتقرب إليه بمراضيه والانتهاء والانزجار عن مساخطه ومغاضبه. حتى زرتم المقابر، أي استمرت بكم هذه الغفلة حتى فجأكم الموت وصرتم في المقابر وصرتم من أهلها، وانقطع عن الإنسان أمانيه، لأن الإنسان منا ليس له إلا نفس واحدة، إن خرجت أنا له بأخرى، والقبر أول منزلة من منازل الآخرة، لا تحين من دم، وما سوى ذلك فتاركه فذاهب وتاركه للناس. يقول ابن آدم: مالي يتفاخر يتكاثر بماله وبجاهه وسلطانه وأولاده ونسبه وحسبه، يكاثر غيره ويتفاخر بذلك في الدنيا. وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، مهما كان هذا الطعام، مهما كانت لذته وإطابته، فإنك تأكله ثم يفنى. أو لبست فأبليت، ومهما لبست فهذا الثوب لا بد وأن يبلى. أو تصدقت فأمضيت، وهذا هو الذي يبقى، الصدقة هي التي تبقى، يبقى أجرها. وكل منا مشغول بإعداد الزاد في هذه الدنيا، والصدقة أمر عظيم وأجرها وثوابها جليل. فإن المتصدق يأتي يوم القيامة في ظل صدقته، والصدقة تطفئ غضب الرب كما تطفئ الماء النار. وما نقص مال من صدقة، إنها تدل على توكل القلب على الله عز وجل والثقة واليقين برزقه وفضله سبحانه وتعالى. ألهاكم التكاثر. من الناس من هو مشغول في الدنيا بتحصيل المال من أجل مكاثرة غيره، السيارة، معي أحدث سيارة، يكاثر الناس بهذا، عندي شقة في أحسن مكان، أولادي تعليمهم كذا وفي كليات كذا، يكاثر غيره، يفخر بعضنا على بعض
فينشغل في هذه الدنيا بتحصيل المال للمكاثرة، وينشغل في الدنيا بتحصيل الجاه للمكاثرة، فيظل يكاثر ويكاثر وتستمر غفلته وتستحكم حتى يفاجئه الموت فيذهب ويترك كل ما جمعه خلف ظهره، منهم من يعصي به ربه عز وجل، ومنهم من يتقي به ربه سبحانه، بل هناك من لا يبالي من أين اكتسب ماله، من حلال أم من حرام لا يبالي، عياذا بالله تعالى. بل المؤمن يوثق بربه عز وجل، يثق بربه عز وجل الرزاق، فيطلب من ربه سبحانه وتعالى الرزق الحلال. والمؤمن أيضا يسعى في هذه الدنيا ويجمل في الطلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل قد نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فخذوا ما حل ودعوا ما حرم، فخذوا ما حل ودعوا ما حرم. فيجمل الإنسان في الطلب، أن يطلب الرزق من الوسائل والطرق المشروعة المباحة، كذلك يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه في الدنيا حسنة، وأن يكفيه بحلاله عن حرامه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا أي كفافا، يدعو ربه سبحانه أن يكفيه من الرزق في هذه الدنيا، ثم لا يجعل دنياه في طلب الرزق ليل نهار. إنما خلق للعبادة، لم يخلق لطلب الرزق. طلب الرزق إعانة، طلب الرزق بلاغ على المعاش، بلاغ للآخرة، ولم نخلق لطلب الرزق. كما يقول بعض الناس: العمل عبادة، وتجده تاركا للصلاة، تاركا للصلاة ويعمل في اليوم أكثر من 20 ساعة. أنت لم تخلق لذلك، لم تخلق لطلب الرزق، ليست الغاية طلب الرزق، إنما خلقت لعبادة الله، وطلب الرزق وسيلة على المعاش، ووسيلة على عبادة الله سبحانه وتعالى. فتنوي النية الطيبة في سعيك على معاشك، تنوي النية الطيبة تؤجر على ذلك، مهما قضيت من الساعات تسعى على أولادك، تسعى على نفسك، تسعى على والديك، تؤجر في على سعيك هذا، وتكون عابدا لربك. لذلك في الإجارة الأجير لا يمنع من الصلوات الخمس في المساجد، حقه في الإجارة أن يصلي الصلوات الخمس في المسجد، لأنه خلق لعبادة الله، ليس طلب الرزق هو الغاية، إنما هو وسيلة. لا بد من طلب الرزق، ولكن ليس كغاية، وإنما كوسيلة. والعبد يجعل الدنيا في يده لا في قلبه، ويستعين بما رزقه الله عز وجل على طاعته سبحانه، فيحذر من ذلك الوصف المذموم الذي يحذرنا الله منه: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي صرتم من أهلها، ولا تحين مندم، وانقطع عن الإنسان العمل. إذا مات ابن آدم يتبعه 3 فيرجع 2 ويبقى 1، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فالمؤمن ينشغل في الدنيا بإعداد الذات: أنهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا
كلا حرف ردع وزجر، ليس الأمر كما ظننتم وليس الأمر كما تخيلتم، إنما خلقتم في هذه الدنيا لعبادة الله، فإذا شغلتم بها عن عبادته وطاعته سوف تعلمون. للتهديد، اسأل فعل المضارع ما سبق بسوف للتهديد، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، والتكرار هنا للتهديد والوعيد. تهديد ووعيد لمن شغلته الدنيا عن عبادة الله وحده لا شريك له، ولمن شغلته الدنيا عن التقرب لله فطلب المعاش مما حرم الله ولا يبالي، لا يبالي من أين اكتسب رزقه، من حلال أم من حرام. عياذا بالله، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن من أماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أوجب الله تعالى علينا كسب المال من الطريق الحلال، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فخذوا ما حل ودعوا ما حرم. كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة ما شغلتم بالتكاثر عما خلقتم من أجله. ما هذه الدنيا؟ الدنيا وسيلة، الدنيا مزرعة للآخرة، الدنيا مزينة مزخرفة، عرض حائل وظل زائل. هذه الدنيا ما خلقنا فيها إلا للاختبار والامتحان، أنا وأنت في اختبار وامتحان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا نجح العبد في الاختبار فطوبى له، بمجرد موته تدخل روحه الجنة وتنعم في الجنة. إذا مات المؤمن استراح من الدنيا، ما الموت للمؤمن راحة، يستريح من الدنيا، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا علمنا حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة ما شغلنا بالتكاثر في الدنيا عن طلب ما خلقنا له. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، هذا هو تفسير التهديد. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، لترون الجحيم، أي لترون النار عيانا، أي بأعينكم. يؤتى بالنار يوم القيامة في العرصات، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجوبون، ثم لترونها عين اليقين، أي بأعينكم. فإذا كان الواحد منا سيموت، وهذه حقيقة لا شك فيها، وإذا كان الواحد منا سينتقل إلى عالم الآخرة وسيكون بصره حديدا ويرى ما غاب عنه، وعندئذ إما منعم وإما معذب، فإنه لا ينشغل في هذه الدنيا، لا ينشغل في هذه الدنيا عما خلق له. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتكاثر وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. هذه الدنيا، اعلموا أنما الدنيا لعب، لعب باطل، لعب ولهو، لهو يعني فرح ثم ينقضي.
هل يدوم شيء في هذه الدنيا؟ إن كان فرحا هل يدوم؟ إن كان حزنا هل يدوم؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس، تفخر بيننا، يفخر بعضنا على بعض، زينة. الأمر ليس على الحقيقة، بل كل ما في هذه الدنيا زينة، زينة ليس على الحقيقة. الحقيقة في الجنة، إنما الدنيا كل ما في الدنيا زينة، ولذلك يتزين بها الكافر والفاجر، أما المؤمن يتزين بطاعة الله سبحانه وتعالى. إحدى النساء الصالحات تقول لي: أدعو ربي عز وجل أن يرزقني رزقا واسعا وأن أطيعك به. انظر لهذه الدعوة الجميلة، دعوة جميلة عظيمة تدل على فقه صاحبها. تدعو ربها بالرزق الواسع وأن تطيع رب العالمين بهذا الرزق. نعم، النفقة في الطاعة لا تضيع، ونفقة يخلفها الله عز وجل. فأهم شيء في هذه الدنيا هو طاعتنا لله والتقرب إليه بمراضيه، ونستغل نعمه في شكره وطاعته سبحانه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. فيقول سبحانه: ثم لتسألن يومئذ، أي يوم القيامة، عن النعيم. ما هذا النعيم الذي سنسأل عنه يوم القيامة يا عباد الله؟ سنسأل عن الأمن والصحة، نعمة الأمن ونعمة الصحة. وقيل سنسأل عن السمع والبصر والأمن والصحة، أي العموم. نعم، الله عز وجل غمرنا بها نعمة البصر، أننا نبصر ما حولنا، نعمة السمع، نعمة الكلام، نعمة المشي، نعمة البطش، إلى آخر ذلك من النعم. هذه سنسأل عنها. وقيل مما سنسأل عن الأكل والشراب، الطعام والشراب سنسأل عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة فوجد أبا بكر وعمر أخرجهما الجوع، فقال صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بنا إلى بيت فلان لرجل من الأنصار. فرحب بهم الأنصاري، ثم قرب بين أيديهم قنوا من رطب، ثم ذبح لهم. فلما أكلوا وشربوا قال صلى الله عليه وسلم: وهذا مما ستسألون عنه، وهذا مما ستسألون عنه، شراب بارد، شراب بارد وظل طيب. كانوا جوعا فأطعمهم الله وأشبعهم. هذا مما سيسألون عنه يوم القيامة، شربة الماء سنسأل عنها يوم القيامة، اللقمة سنسأل عنها يوم القيامة. أي أدينا شكرها أم لا؟ هل أدينا شكر نعم النعم التي تغمرنا؟ نعمة الصحة، نعمة السمع والبصر، نعمة الطعام والشراب، ونعمة الزواج. هل شكرنا ذلك أم لا؟ سنسأل عن هذا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه
وعلى رأسه أثر ماء. قالوا يا رسول الله نراك طيب النفس. قال أجل. ثم خاض الناس في الغنى فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى الله. لا بأس بالغنى لمن اتقى الله، أي اتقى الله في المال الذي آتاه الله، أخذه من حقه وأنفقه في حقه وأدى زكاته حتى لا يكون كنزا يوم القيامة يعذب به في عرصات القيامة. لا بأس بالغنى لمن اتقى الله. والصحة خير من الغنى، والصحة خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. أن تكون طيب النفس هذا من النعيم، من النعيم طيب النفس. وعن النبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم يقال له ألم أصحك وأرويك من الماء البارد. هذا أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم، يسأل عن الصحة، ألم أصحك وأرويك من الماء البارد، وأرويك من الماء البارد، هذا نعيم. سنسأل عن شكره يوم القيامة، سنسأل عن شكره يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. إذا أكلت قل الحمد لله، إذا شربت قل الحمد لله. والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. القلب الاعتراف باطنا أن النعمة من الله، ليس لك حول ولا طول ولا فن ولا عبقرية ولا سعي، إنما الرزق من الله والنعمة من الله والذي يسرها. ربما سعى الإنسان وجد الأبواب مغلقة، الله سبحانه هو الذي فتح لك الأبواب ويسر لك الأرزاق. سبحانه وتعالى الفضل له وحده، والتحدث بالنعمة ظاهرة أنها من الله، واستخدام في طاعة الله سبحانه لا في معصيته. بعض الناس يستخدمون النعمة في المعاصي ويقول أنا حر، هذا مالي، هذا مالي، هذا ليس بمالك، المال مال الله، أعطاك الله إياه امتحانا واختبارا لك، هل ستنجح في الاختبار أم سترسم فيه؟ النجاح في الاختبار أن تستخدمه في طاعة الله يبقيه الله عندك. النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت، النعمة يبقيها الله عندك، أما إذا كفرت النعمة يأخذها الله منك ويعطيها لغيرك. إذا عطفت على عباد الله من الفقراء والمساكين والمحاويج أبقاها الله عندك، إذا لم تفعل أخذه الله منك وأعطاه لغيرك. الذي يعطف على عباد الله الفقراء، إذا سنسأل عن شكر النعم، العين، السمع، البصر، الصحة، ما أعطانا الله من مال، من طعام وشراب، وزوجة وأولاد، سنسأل عن ذلك هل أدينا شكره أم لا. عباد الله، نسعى على أرزاقنا لكن لم نخلق للسعي على الرزق، خلقنا لعبادة الله سبحانه، فلا بد لنا من ساعة نخلو فيها بربنا عز وجل، ننظر في أورادنا، ننظر في ورد القرآن، في تلاوة القرآن، في ذكر الله سبحانه وتعالى، في محاسبة النفس، في التقرب لله بمراضيه عز وجل. لا بد لنا من ساعة. أما أن نسعى ليل نهار وننشغل بالحياة وننشغل بشهواتها وملذاتها دون أن نجعل ساعة للتقرب لله سبحانه وتعالى وشكره، فهذا عياذا بالله من البخس لأنفسنا.
ومن تضييع أنفسنا. خلقنا لعبادة الله والتقرب إليه بمراضيه، نتنافس في الدنيا في طاعة الله سبحانه لنفوز بالقرب من الله عز وجل. اللهم انفعنا بما قلنا وسمعنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، أغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وارفع الهم عن المهمومين، وارقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم من ولي من أمر أمتنا شيئا فرفق بنا فارفق به، ومن ولي من أمر أمتنا شيئا فشق علينا فاشقق عليه. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا أرحم الراحمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.